السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من لي بودكاست تاعكم حنا فيرسيس هما. بون مالغري كاع التطور ولا تكنولوجي اللي لحق ليها الطب في وقتنا هذا، مي مازال في الجزائر كي تجرح يديروا لك القهوه، وكي توجعك الدرصه يديروا لك الشمه، كي يوجعك راسك يديروا لك المزهر، وإلا تحرقت يديروا لك الطوماطيش تاع البواطا، وإلا قرصاتك النحله يديروا لك الخل. قريتنا راهي محتاجه في الطب في الفرمليين. والدواء الجزائري اللي حير كاع لي ميتا تاع لو موند وما قاولوش تفسير، واحد كي تحكموا لا كريز يديروا له مفتاح في راسه. مفتاح تاع ايفوك هذا؟ لا لا تاع ايركاد. مي بيناتنا علاش لي زاجين اخترعوا هاد لي ميثود باش يداويو؟ بان تو سامبلومون باش ما يروحوش السبيطار، باسكو السبيطار في الجزائر ايغال تمربيد والميزيريه. بون باش تروح السبيطار لازم تجي امبيلونس تديك، في الجزائر قادر تجيك امبيلونس، مي باش تديك لازم تطبع، راك شايف؟ وكي تطبع وتنوض لومبيلونس لازم الناس يخليوكم تفوتوا، امبوسيبل تفوت مع هذوك لي سيبورتير. بون هنا رانا نشوفوا ميم الشوفير تاع لومبيلونس وراه زاهي، نسى المريض، نسى كلش. ومن بعد كاع كي توصلك لومبيلونس سبيطار قادر ما تنزلش منها باسكو تتغلق عليك نورمال. نورمال قادر تموت وانت تسنى. الوغ كو هما في الدول المتقدمة عندهم دي زيليكوبتر امبيلونس، ما يعطلوك ني غاشي ني سيبورتر ني سيركيلاسيون. ومن بعد كاع كي توصل سبيطار وتدخل لي زيرجونس، بون لي زيرجونس بالعربية معنتها حالة طوارئ ياك، بارفوا ميم تروح لي زيرجونس في الليل ما تلقى ني حساس ني طبيب ني والو، داوي روحك وخلاص. ليرجونس هادي ليرجونس شحال الساعة؟ 4:30 4:30 تاع الصباح بكا حتى واحد؟ لا صافي لي سوا بكا حتى واحد؟ دعوة خاوية ليرجونس هادي ليرجونس خاوية. نورمالمون في السبيطارات تلقى ماتريال جديد يداوي بهم الناس كيما في السبيطارات تاعهم في الدول المتقدمة. والحاجة كاع اللي تشوكيني في الجزائر تكون نورمال دير لاشين في ليزيرجونس يجي واحد ويقول لك جوز خوني نشرف الحليب انايا وقيلا بالك صح خو كاع رانا مرات. مي في السبيطارات تاعنا تلقى ماتريال كاع مخسر ولا ماتريال امبروفيزي صنعوا الفرملة سير بلاص، كيما باغ اكزومبل الا خصك كاز تاع اوكسيجين عيبا تقدر تصنعهم بقرعة تاع سعيدة. ولا اذا ما لقيتش البي ان يفدو به سيروم عيبا علقو ديريكتومون في رجل المريض. بارفوا ميم تلقاهم يستعملوا ماتريال تاع السبيطار لاغراض ماشي طبية. ما فهمتش هذا شاريو ولا برويطه؟ ايه سبيطارات في بلادنا ولاو كاع ديباناج، حاجه ما ولات تصلح. بالحاجه اللي ديرونجيني في سبيطارات تاع الجزائر ما كاش كاع النظافه، كلش موسخ. الو في الجزائر تجداوي باش تبرا تزيد تمرض. فهمتوا دوك علاش لي بيبي في الجزائر كيزيدو يزيدو مشنفين؟ كيفاش تحبهم يعجبهم الحال وما زادو في شومبرا كيما هادي؟ ودانييرمون كاين واحد الدائره انتشر بزاف في سبيطارات تاعنا واللي هي الاخطاء الطبيه، باسكو تلقى في الجزائر دي ميتا ماشي ملاح ولا ماشي عاطين قيمه للخدمه تاعهم. نورمال في الجزائر تلقى دي ميتا يلعبوا في الغرفه تاع العمليات ولا تلقاهم يديروا في عرض الازياء. بون هادي ميساجيري ما تلوموهاش باسكو مام كي تخدم لازم تبقى شابه، شايف كيفاش؟ مي في لافا فين تطفر؟ في الشعب بيان سور. والله ما فهمت عفسه في الدوسي تاع هاد المريض انا دوك فاش نبدا. لقيتها. شادي مادي قال لي راسي نقطع رجلو هادي ولا هادي نقطع هادي هادي خير. يا طبيب واش راك دير طبيب؟ نقطع له في رجلو. وعلاش قطع له رجلو؟ بلاد من مخو شبيه طبيب. هاو نحلو مخو. تفاصيل الجزائريه ما عندهم ما يدير به.
نحبس نقطع فيه واحد اخرين. واذا سلكت من لوبيراسيون راح تسوفري كثر باسكو ديجا لي مطلع اللي رقدوا عليهم المرضى كاتاستروف غراف مسخين. وهذه اذا صح لك هذا المطلع باسكو بارفو تلقى مطلع يرقدوا فيه بين زوج وبلا ما ننسى الغاشي اللي يجيو يطلعوا عليك وما يخلوكش كاع تروبوزي. هما في الدول المتقدمه واحد كيمرض يجيبوا له الورد راك شايف باش ينحلوا هذاك الشوك ويتسقم سيشيكمون ويخلوه يروبروني اليز. مي هنا في الجزائر واحد كيمرض يجيبوا له القهوه الزيت الطوماطيش وندير واحد رحل نورمال. في الدول المتقدمه في السبيطار تاعهم ابري ما دير اوبيراسيون ولا تكون مريض يجيبوا لك الماكله يتهلاو فيك باش تبرى مليح. جابوا لنا لو بيتي ديجوني جابوا لنا يعني باش ناكلوا باش نعاودوا نحيا ونتقوتوا شويه يعني الله يبارك يعني ما تجوعش يعني ويعني ماكله يعني محترمه. كي سقساوني قالوا لي مسلم قلت لهم مسلم انا ما ناكلش الحلوف وما ناكلش حاجه ماشي مذبوحه. اليوم في الميوني كاين الحوت ولا ناكل فيجيتاريش يعني ما نصيبش مشكل الحمد لله. شوفوا الله يبارك. مي هنا في الجزائر كدير اوبيراسيون ولا تكون مريض لمصلحه طب الاطفال بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمه اكياس الدم تخزن الى جانب مواد غذائيه داخل الثلاجه. وفوق كاع هاد الميزيريه الطبيب اللي يخدم في السبيطار ما يهضروش كاع مليح وما يعاملوش مليح. بون الطبيب كي تيبو يخدم في الكابيني تاعو تيبو يهضر هكذا توس خويا تفضلك مريضه والله غير عباك حسيت بك عباك قلبي راه يتقطع من الداخل فمعليش دوك نداوك ودرنا بيبليسيتي برك والله غير عباك غطني والله غير غطني. مي يكون جاي يخدم في السبيطار تلقاه يهضر هكذا واش تحوس ما ناش خدامين دائما مرضى مرضى تعرفوا غير المرض ما تعرفوا الطبيب يروحوا ترقي ولا داو بلا عشاب انا عيانين ما نخدمش اروح بعدونا. ايه واش تحب الطبيب كيكون في الكابيني تاعو لازم يعمل المرضى مليح بيجو اكثر ويربح دراهم اكثر وكيكون في السبيطار اي سون فو باسكو الشهريه تاعو طالع يداوي ولا ما يداويش. بون في لافين تاع هاد ليبيزود واش تحبوني نقول لكم النيفو تاع الطب راه غير يزيد يهبط اونفان هبط ما عنده ما يزيد يهبط كباب نورمال تروح للطبيب ما يعرفش واش بك يقول لك روح ترقي نورمال. ايه سي سا الطب في الجزائر بيس.